دعونا نقدم للرب يسوع تصفيقا حارا. لا يوجد أفضل من الاستماع لكلمة الرب والعمل بها أيضا. لا أقول هذا من نفسي، بل الرب يسوع تكلم ذلك عندما أجابت سيدة كانت تقدم التعظيم للقديسة المباركة مريم التي أتى من خلالها الرب يسوع. طوبى للبطن الذي حملك، فقال لها، بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. لقد وضح هنا مبدأ روحيا هاما عندما قال، متى خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز أماكن ليس فيها ماء يطلب الراحة، وإذ لا يجد يقول أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه، فيأتي ويجده مكنوسا مزينا، ثم يذهب ويأخذ سبعة أرواح أخرى أشر منه فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر الإنسان أشر من أوائله. فلمس كلامه قلب المرأة وجعلها تقول ما قالته. لنقرأ الآن إنجيل لوقا الإصحاح 11 العدد 24. متى خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة، وإذ لا يجد يقول أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده مكنوسا مزينا، ثم يذهب ويأخذ سبعة أرواح أخرى أشر منه فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. وفيما هو يتكلم بهذا، رفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت له، طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما. أما هو فقال، بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. أترون ما مدى أهمية أن يحصل الإنسان على إعلان من الرب ويتمسك به ويتممه؟ يوجد في العالم الروحي أشخاص مباركين كالمطوبة مريم العذراء كما قال الرب يسوع عنها. بالطبع إنها قديسة مباركة ومطوبة. لقد حملت ربنا يسوع في أحشائها، فلها امتيازات كثيرة، فهي مطوبة، وقد تكلم الرب يسوع عن قداستها. لكن موضوع اليوم هام جدا. نواجه في عالمنا الفوضوي هذا الذي نعيش فيه كثيرا من الأزمات والصعاب العاطفية والعائلية، مشاكل بمختلف الأشكال والأحجام. لكن عندما نستمع لكلمة الله نحفظها ونطبقها، نحصل على بركات أكثر من الشخص الذي استخدمه الله ليأتي إلى العالم. وهذا ما قاله الرب يسوع ولا يستطيع أحد أن ينفيه. فالرب لديه الكثير من الأمور العظيمة ليفعلها في حياتنا اليوم، وسيفعلها بكل تأكيد باسم الرب يسوع. لننتقل إلى المزمور الثاني العدد السابع، وهذا أساس لدراسة هامة، وقد كتب هذا المزمور قبل 1000 سنة من ولادة المسيح. إني أخبر من جهة قضاء الرب، قال لي، أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. هذا هو التفسير. لقد كان الرب يسوع في السماء مع الآب وترك مجده وأخلى نفسه من جميع صلاحياته الإلهية وولد من خلال المطوبة العذراء إنسانا مثلنا ما عدا الخطية، ولد كطفل طبيعي وهكذا نما بالروح والقامة، كرس حياته لله. وعندما جاء اليوم الذي سيأخذ فيه مكاننا ليحمل كل آثامنا على الصليب، تركه الله الآب، وهذا كان موته الروحي، وحمل خطايانا هناك على خشبة الصليب. وعندما حجب الآب وجهه عنه نادى يسوع، إلهي إلهي لماذا تركتني؟ فلا يمكن للآب أن يبقى معه لأنه كان يحمل كل خطايا العالم، وهكذا نزل إلى أقسام الأرض السفلى، وهناك رفع كل خطية عن البشرية وأكمل العمل، أقامه الروح القدس، وأعلن الآب له، أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. في تلك اللحظة أعاده الآب إلى الحياة. ما الذي يريد الرب أن يعلمنا إياه من خلال هذا الإعلان؟ ذكر ناظم المزمور،
أن الرب أمره أن يعلن هذا. أحبائي، علينا دائماً أن نعلن ما يقوله الله لقلوبنا، فعند استماعنا للعظة أو قراءاتنا للكتاب المقدس فالرب يتكلم بطريقة واضحة جداً. لنقرأ ثانية المزمور الثاني العدد السابع. إني أخبر من جهة قضاء الرب، قال لي. أحبائي، عندما يتكلم الرب يجب أن نتمسك بقضائه ولا نهمله، بل نعلنه ونخبر به، نعترف به أمام الجميع، لأن فيه القوة التي تغير حياتنا تماماً. في إنجيل متى الإصحاح 15 لدينا قصة عن فتاة مجنونة ووالدتها. كانت تلك الفتاة مسكونة بأرواح شريرة، كان الأمر فظيعاً. كانت الأم كنعانية منذ ولادتها، لم تكن يهودية، ووصلت ابنتها إلى درجة الجنون بسبب الأرواح الشريرة، لكنها كانت واثقة أن الرب سيرحم حياتها ويخلص ابنتها. لقد جاءت لترى الرب يسوع وصرخت قائلة طالبة الرحمة والمعونة، وهذا ما جاء في إنجيل متى الإصحاح 15 ابتداء من العدد 21. لنقرأ معا بروح الصلاة. ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي صور وصيداء، وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. فلم يجبها بكلمة. يحدث هذا كثيرا اليوم عندما نعاني من مشكلة ونصلي ونشعر كأن الرب يسوع لا يستمع لصلواتنا، لكن بالتأكيد هو يصغي لنا، لكنه يريد منا أن نعترف ونعلن إيماناً أكثر. فعندما تصبح حياتنا كالينبوع، عندما نثبت في كلام الرب، نتمسك به، نأتي أمامه، نصلي، إن بدا لنا أن الرب لا يستمع، لا يهتم لنا، لكن لا يجب أن نيأس البتة، بل أن نخبر بقضاء الرب الذي كشفه لنا، كما حدث مع هذه المرأة. لقد صرخت ارحمني يا سيد يا ابن داود، لقد أعلن لها الروح القدس أن تطلب من يسوع المسيح ابن داود لتنال الرحمة، فبغيره لن يوجد الخلاص أبداً. لم يجبها الرب يسوع، لكنها استمرت بالصراخ بطلب الرحمة وبالتضرع. دعونا نتابع ثانية ما سجله الوحي الإلهي في هذه الآية العدد 23. فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين اصرفها لأنها تصيح وراءنا. هي لم تقلها مرة واحدة فقط، بل واصلت بلا انقطاع. كان يسوع يستمع لها لكن لم يجبها، فاستمرت بالصراخ يا ابن داود ارحمني، وكان هذا هو قضاؤها. أحبائي، هكذا يكون القضاء. علينا أن نتمسك بما يقوله الرب لكل منا، فلا يمكنك أن تأخذ ما قاله لي لتقوم به أنت، أو ما قاله لشخص آخر، بل عليك أن تتمسك بما قاله لك تحديداً، وهذا ما عليك فعله. ماذا يقول؟ كان دائماً يتحدث من خلال الكتاب المقدس. هو لم يعطها أي اهتمام، لكنها تابعت السير وراءه صارخة يا ابن داود ارحمني، فعلت الشيء الصحيح، استمرت بذلك بدون استسلام. فعندما تميز كلمة الرب عليك ألا تستسلم البتة، بل أن تعلن إيمانك وتواصل الصلاة. فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين اصرفها لأنها تصيح وراءنا. فأجاب وقال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. سمعته المرأة، لكن هل تركته وسارت بعيداً؟ لا، علمت أنه ينبغي عليها أن تلتزم بالإعلان الذي حصلت عليه بأن تدعوه ابن داود وتطلب الرحمة منه. لنقرأ. فأتت وسجدت له قائلة يا سيد أعني. يا له من تصرف حكيم. تجاوزت التلاميذ الذين كانوا يحيطون به وسقطت على ركبتيها وسجدت وقالت يا سيد أعني. والآن هل ساعدها الرب يسوع؟ ليس بعد،
لا يقول الكتاب أنها ركعت، بل يقول أنها سجدت، والسجود هو للعبادة. فأتت وسجدت له قائلة: يا سيد أعني. فأجاب وقال: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. هذا الكلام كان يستخدمه اليهود، إنه تعبير لإذلال الوثنيين، لأن اليهود هم الشعب الوحيد الذي كان يؤمن بالله ويعبدون إلهاً واحداً فقط. أما الوثنيون فيعبدون جميع أنواع الآلهة، ولا واحد منهم حقيقي، أما الله فهو واحد. لذلك عندما أراد اليهود إهانتهم كانوا يقولون لهم: أنتم كلاب وتعبدون الكثير من الآلهة وجميعها باطلة وكاذبة. وضع الرب إصبعه على الجرح حيث يؤلم أكثر. ليس حسناً أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، لكنها أصرت وازداد إيمانها، فلم تنزعج مما قاله الرب يسوع، بل كانت مصممة أكثر. كانت متيقنة أن الحل الوحيد لابنتها المعذبة هو بين يدي الرب يسوع، فقالت: نعم يا سيد، أنت محق، ولن أتخلى عن البركة. لنتابع. فقالت: نعم يا سيد، والكلاب أيضاً تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. حسناً، إن كنت لا تقبلني لأي سبب كان، أنت على حق تماماً، فأنا لست يهودية، كنت أعبد تلك الآلهة الوثنية. لقد طلبت منهم المساعدة لكن لم يستجيبوا لي، لكني أعود إلى الإله الواحد الحقيقي. إني قادمة إليك، لن أدعى ابنة، ولكن الكلاب أيضاً تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. فعندما نطقت ذلك ارتفع إيمانها بشكل عظيم. فماذا أجابها الرب؟ حينئذ أجاب يسوع وقال لها: يا امرأة، عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. إن يسوع لم ينتهر الشيطان. كانت الفتاة في مرحلة مريبة. اسمحوا لي أن أطرح الأمر على هذا النحو. كان الشيطان قد سيطر عليها تماماً. عملياً لم يكن هناك أي أمل لها. لم يفعل الرب يسوع أي شيء آخر، بل اعتمد على إيمانها كلياً وقال: ليكن لك كما تريدين. لقد آمنت بكلمة الرب فشفيت ابنتها في تلك اللحظة. لنتابع. ليكن لك كما تريدين فشفيت ابنتها من تلك الساعة. هل لديك مشكلة مماثلة؟ ربما في العائلة، كوجود روح شرير يجعلك تتصرف بشكل مريب. لعلك تعاني من مرض ما، أو يسيطر عليك الإدمان. أحبائي، تمسكوا بقضاء الرب، خبروا به وأعلنوه. لقد أعلن من جهة قضاء الرب: أنت ابني الحبيب، أنا اليوم ولدتك. قضاؤك يمكن أن يكون مماثلاً أو مختلفاً تماماً. وحده الله يعلم ما هو الحل لمشكلتك. إعلانك حاضر في العالم الروحي ولا يمكن التراجع عنه. فعطايا الرب غير قابلة للنقد، وكل ما يعلنه سيحدث في حياتك. تلك المرأة بقيت صامدة. في البداية لم يجبها بكلمة، ثم قال لتلاميذه الذين كانوا يطلبون منه أن يصرفها بعيدا: لا، لن يحدث ذلك. فيجب أن ينمو إيمانها. لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. ثم ركعت، سجدت قائلة: يا سيد أعني. لم تكن تملك أكثر من ذلك. فالتفت الرب إليها وقال: ليس حسناً أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فقالت: نعم يا سيد، والكلاب أيضاً تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. فليست المشكلة هي خلاف بين الوثنيين واليهود، لكن بقبول الله الواحد الحقيقي. أدركت الآن، كنت أسعى وراء آلهة مزيفة، لكني الآن أريد الإله الحقيقي الواحد، وأنا أقف أمامه وأطلب منه العون. حينئذ أجابها: يا امرأة، عظيم إيمانك. فهي لم تيأس، كان عليها القيام بما يوافق رغبة قلبها. وهذا الشر قوي جدا في ابنتها، لكنه فقد كل قوته وغادرها.
في بداية خدمتي اعتدت أن أعظ في كنيسة معينة، وكانت هناك سيدة كلما رأتني قادم كانت تقول أن المقلد قد وصل، دعتني بالمقلد، فتنهض وتذهب ولا تكترث لما يقوله الناس، لأنه في العديد من المرات يكون الشيطان هو من يستخدمها. ولكن في أحد الأيام لم أكن هناك، سيطر الشيطان عليها ولم يستطع 10 رجال أن يقيدوها. يعرف الشيطان أن هناك نعمة لها من خلال خدمتي، ووصلت هي لدرجة أنها كسرت الأثاث وقالت أنها تريد مغادرة الكنيسة والذهاب لطائفة أخرى، ثم تعود ثانية إلى الكنيسة ذهابا وإيابا، ولم تكن قادرة على التحرر. وفي أحد الأيام كنت أقدم برنامجاً على الراديو، وأعطاني الرب كلمة معينة، فقلت: أحبائي، إني ذاهب إلى مادوريرا، سأقدم خدمة قوية وذو سلطان، سنرسل كل الشر من حياتكم بعيداً، ولكن ليس إلى الشخص الذي أذاكم، بل إلى مكانه المناسب في الجحيم، فإن كنت تريد هذا يمكنك أن تأتي. فقالت لابنتها: دعينا نذهب إلى تلك الخدمة. أوه، لا أصدق، هذه الخدمة للمقلد يا أمي. فقالت: لكني أشعر أنها من الرب، هذا هو القضاء. شعرت أنها ستنال البركة في ذلك المكان، كانت قد قررت، وحاولت ابنتها منعها كما تقول لها: عزيزتي، سنذهب إلى هناك يوم الجمعة، أنا أشعر أن الرب سيكلمني هنا. وجاءت السيدة، لقد كان الأمر مضحكا، في الواقع قصوص الكنيسة، صلوا لكي لا تأتي، لأنها حقا كانت ممتلئة بالشياطين. ولكن في ذلك اليوم ألهمني الرب بهذه الرسالة، فقلت: لكي يتم تحريرك عليك أن تغفر للشخص الذي أضر بك، إنها الرسالة الجميلة التي فتحت قلبها، وتذكرت زوجها الذي تركها وكيف كان يعاملها بشكل سيء، فبكت وتابت، وبأمر واحد للشيطان خرج كليا وتحررت. تمسكوا بإعلان الرب أحبائي، وهو سر النجاح لحياتكم. ننتقل إلى دراما الحياة الحقيقية. أجرى الطبيب بعض الاختبارات وأظهرت النتائج فتق في العمود الفقري. في ذلك الوقت كنت موظفاً في شركة، وكانت مشكلتي صعبة، فعندما أكون في العمل لا أتحمل الوقوف بعد، فأضطر للعودة إلى المنزل. كان يعاني كثيراً من الديسك، الكثير من الألم، إضافة إلى ذلك الاكتئاب. كان شخصاً عصبياً ومضطرباً. كان لدي ألم في ساقي وألم في ظهري، كنت أتألم كيفما تحركت. بسبب هذا الألم لم يستطع جوزيه أن يعمل مجدداً. كنت نجاراً، أذكر أنني كنت أعاني من صعوبة في الذهاب إلى العمل، وبعد ذلك تم طردي. بالراتب الذي أتقاضاه والأموال التي تلقاها من الحكومة كنا نحاول التغلب على هذا. عانيت الكثير من الصعوبات لأنني كنت شخصاً أدعم بيتي، ثم فجأة لم أعد أستطيع فعل ذلك كما كنت من قبل. كنت أصلي كثيراً وأحاول أن أتحدث معه، ثم استطاع أن يدرك أنه إن سعى إلى الرب بكل إصرار فإنه سيصبح قادراً على التغلب على المشاكل. قبلت الرب يسوع في حياتي في ذلك الوقت، لكن لم أكن شخصاً مطيعاً للرب. تكلم إلى قلبي وأنا لم أكن أريد أن أفهم ما كان الله يقوله لي. وفي يوم كنت أشاهد برنامج الإيمان، وفي ذلك اليوم كان الدكتور سواريز يسأل عن الكفلاء لمساعدة البرنامج، فقررت أن أصبح كفيلاً. لقد لمسني بعمق في قلبي. بدأ بالكفالة، ثم بدأنا بالذهاب إلى الكنيسة بشكل منتظم، وسرعان ما تعمدنا نحن الاثنين. في الشهر الأول عندما دفعت فاتورة الكفالة بدأت بالفعل أشعر بفرق كبير، أصبح بإمكاني العمل مرة أخرى دون الشعور بتلك الآلام الرهيبة. لقد شفي،
بعد أن أصبحت كفيلاً بدأت أشعر بمخافة الرب في قلبي. قررت أن أقدم عشوري للكنيسة أيضاً. وبعد ذلك بالفعل بدأ يتغير وبدأت تحدث المعجزات في حياتنا. قبل أن أبدأ بعملي الخاص بدأ الرب يتحدث إلى قلبي أنه علي فعل ذلك، ولكن كان ذلك مستحيلاً، لم أكن أملك قرشاً واحداً، وعملي الأول كان كافياً في البداية. أعني تمكنت من شراء آلتين كنت بحاجة لهما. في ذلك الوقت كنت أعمل والأبواب مغلقة لأني لا أزال خائفاً قليلاً، ولكن بعد ذلك بدأت تتحدث معي، وكان الله يعطيني التوجيه أيضاً، وفتحت الأبواب وكان نجاحاً كبيراً. وبعد ذلك بدأ العمل وبدأت الأمور تحدث. الآن لدي ورشتي الخاصة، إنها مسجلة، ولدي آلات وسيارة، إنها ليست جديدة ولكنها جيدة. لدي دراجة نارية أستخدمها للعمل. لدي بيتي الخاص مجداً للرب، إنه جميل جداً، ولدي عائلة رائعة، الرب أكرمني. الله هو جوهر كل شيء، هو الطريق الوحيد. هكذا أنا دليل حي على عمل الرب. لقد عمل حقاً في حياتي، مجداً للرب. أنا لا أعرف كيف أشرح ما فعله الرب في حياتي، شيء جميل جداً. إنها قصة جميلة أحبائي. لقد قال أن الرب كلمه لكنه تجاهل ذلك. لقد منحه الإعلان لكنه لم يدرك أنه يجب أن يتمسك به. فإن أعطاك الرب إعلاناً ما عليك أن تعلن ذلك وتعترف به. يجب أن تحارب وسوف تنتصر. ننتقل إلى السؤال والجواب. كيف يمكنني أن أعرف أني تعمدت بالروح القدس؟ فقط الذين اعتمدوا بالروح القدس يعرفون ذلك. في اللحظة التي نعتمد بها نتكلم بألسنة وننال مواهب عدة. لا يوجد هناك أدلة أخرى. فإن شعرت بالفرح وبالسلام ولم تتكلم بالألسنة، هذا يعني أنك لم تحصل على المعمودية، وأي شخص نالها يعرف ذلك. فالرب يسوع يلمس أعماقنا. لنقف أحبائي لنختم خدمتنا بالصلاة، لنشكر الرب لأنه فتح أذهاننا. فلنتعلم أحبائي من تلك المرأة الكنعانية التي اتكلت على بركة الرب. لم تيأس، فأعطاها الرب يسوع النصر الذي تحتاجه وخلص ابنتها. فإن كان لديك مشكلة في منزلك، تمسك بإعلان الرب واعترف به وسترى المعجزات في حياتك. لنوحد قلوبنا في الصلاة الآن. أبانا، نشكرك يا رب لأننا نفهم الآن ما يلزمنا لكي تعمل في قلوبنا. إلهي، أعظمك من أجل تلك السيدة التي أرسلت لي البريد الإلكتروني والتي تبلغ من العمر 73 عاماً، والتي ما زال قلبي يتعاطف معها لأنها تفتقر إلى الكثير من الإدراك والمعرفة. فلم تتعلم ما أدركته المرأة الكنعانية التي تمسكت بإعلانك ورفضت أن تستسلم، فغادرت مع بركتها. حقاً أنك إله صالح تتمم كل ما تعلنه في كلماتك. إلهي، إني أصلي الآن من أجل كل شخص بلا عمل أن تمنح الإرشاد لعبيدك. إني أنتهر كل قوى الظلام وكل قوى الشر وأمرها أن تغادر الآن من حياة هؤلاء الأخوة، وكل روح مرض وألم ومعاناة ليخرج باسم الرب يسوع المسيح. آمين.